بتوجيهات من الرئيس السيسي أرسلت القوات المسلحة مساعدات طبية إلى الجيش اللبناني، حيث أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب اللبناني الشقيق. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب اللبناني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من القوات المسلحة المصرية إلى القوات المسلحة اللبنانية. أعربت وزيرة الدفاع الوطني اللبناني عن عميق الشكر والامتنان إلى القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية لتقديمها يد العون في أوقات المحن والأزمات. باسمي وباسم الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الحبيب على هالدعم الطبي اللي عم بيقدموه اليوم للجيش اللبناني. المساعدات الطبية والإنسانية اللي وصلت من مصر للبنان بعد انفجار 4 آب المشؤوم ساهمت وخففت كتير من وجع الناس. شكر كبير للجيش المصري وللشعب المصري الشقيق ولكل المسؤولين على هالمبادرة السخية. وتعتبر المساعدات المصرية إلى دولة لبنان أحد أوجه التعاون المضيئة في العلاقات المصرية اللبنانية لاستمرار توطيد العلاقات المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة والتي تلقى كل تقدير واحترام داخل المجتمع اللبناني.